هلا قرات انه الفنان الكبير هاني شاكر رفع قضيه بتهمه القذف والسب بعد اعلان حضرتك رايك انه تنمر اللي عمله فيما يخص فنانين المهرجانات، شو بترد على هاني شاكر حصريا على ايدي؟ مش قالت برد او بردش، انا عايز اقول انه انا قلت رايي، واذا كان النقيب ما عندوش مرونه يتقبل الاراء تبقى كارثه، لازم يتقبل كل الاراء. انا ما جبتش ما قلتش حاجه فيها سب وقذف علني، انا كل اللي قلته ان ده تنمر لما واحد اسمه عنبه يقول له غير اسمك خليك عناب، دي تبقى نكته يعني، خلانا مضحكه امام العالم. فانا احساسي انه يا بيقول نكت يا بيتكلم جد، يا بيقول لو بيقول نكت ما ينفعش يقول نكت في الموقع اللي هو فيه، لو بيتكلم جد تبقى كارثه. فهي المساله الحقيقه يعني استفزتني، ومش انا بس، دي يعني تحولت الى ترند. يعني انا قلت حتى انه لو جاله فريد الاطرش هيقول له لا غير اسمك، لو كان لحق فريد الاطرش خليك فريد عبد السميع، لان هو بيحكم على الاسماء بالافعال. اطرش ما ينفعش تغني، كزبره لا، حنجره لا، ايه ده؟ ما فيش حاجه كده ابدا في الدنيا. بس فانا يعني بس قلت رايي اللي قلته دلوقتي، انا مش شايف، فانا قلت ده شيء يستحق رد فعل. بس هاني انا عارف تركيبه، هاني لا يتقبل، ما عندوش مرونه في تقبل الاراء، بيعتبر ان هو الصواب. اوكي، بيننا القضاء، وانا واثق جدا في القضاء المصري، بالعكس انا مبسوط عشان خاطر القضاء المصري يثبت ان ده حق النقد، اذا كان هو مش فاهم يعني ايه حق النقد. فانا يهمني انه في يبقى حكم عادل من القضاء المصري، لا ده نقد. لو قلت انك بتتنمر على الناس دي وتقول غيروا اساميكم، ايوه حصل، وعندنا يعني عناب وعنبه